السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نرسل دراهم من لابوست إلى شخص آخر. سبيل المثال، أنت عندك خوك ولا عندك صاحبك حوس تبعثوا دراهم، كيفاش ندير وكيفاش نعمر الحوالة البريدية باش نقدر نبعثوا الدراهم؟ خاوتي ما تروحش بعيد ونرجع لكم. خاوتي هذه الطريقه باش تعمر الحواله. هنايا واش دير؟ هنايا رقم سي سي بي وكذلك رقم المفتاح، وهنايا دير الدراهم شحال بالحروف 3000 دينار جزائريه، وكذلك بالارقام. هنايا دير الاسم واللقب المستفاد والمرسل الشاهد محمد الحبيب، وهنايا دير هذه فليشه معناها الدفع في حساب الجاري. بص ندخلوا الداخل باش نبعثوا الدراهم. خاطي ما تروحش بعيد خلينا نرجعك. ذكرنا بعثنا دراهم، عطانا الروسو، هذا هو اثبات ارسال الاموال الى شخص اخر بهذه الطريقه. خاطي المهم هذا الروسو خاطي ما تقطعوه ما تلوحوه على هذا، تحسب به مثال شخص اخر يقولك ما لحقتش دراهم ولا تبعث هذا الروسو، فهمتوا؟ باش تضمن دراهمك تكون على بالك. مهم عنده اي حاجه ولا ما فهمش هذا الفيديو تواصل معنا عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.